هلا وسهلا فيكم مشاهدينا. وزي ما قلنا قبل شوي موضوعنا الطبي اليوم مهم جدا جدا، وهو كيف تعيش اكثر او تاخر الشيخوخه. هل هذا الشيء صحيح؟ اكيد الاجابات كلها مع ديانا. صباح الخير هدى، صباح الخير مشاهدينا. الاجابات عندي مع الدكتوره مريم مطر اللي رح تكون معنا بعد شوي، لكن اليوم موضوعنا اكيد عن الشيخوخه وما هي اخر التقنيات والعلاجات لتاخيرها. اليوم بعيدا عن كل الاجراءات الجراحيه والعمليات التجميل المستخدمه اليوم واللي هي ترند، الاهم من كل هذا كله هو انه كيف من الصغر نبدا انه نحارب الشيخوخه على مستوى خلايانا. واحدى اهم اسرار استمراريه عمل وظائفنا الحيويه هي منطقه داخل خلايانا، منطقه التيلوميرز، وهي تسلسل جيني عند الانسان متكرر وبتواجد بنهايه الدي ان اي مثل ما شايفين، ومسؤول عن عمر خلايانا. لكن في كل انقسام للخليه بيقصر التيلومير حتى بيختفي تماما وبتموت الخليه، اي هي معادله كل ما كانت التيلوميرز اطول في نهايه الدي ان اي كل ما طول عمرنا. ومنذ بداية اكتشاف التيلوميرز من قبل إليزابيث بلاكبيرن وجاك سوستاك في عام 1980، وجد العلماء أن هناك أمل في التلاعب مع هذه النهايات لإطالة عمر الإنسان ومحاربة الشيخوخة. طبعا الأسبوع الماضي ضجت صحف أيضا بعنوان علماء صينيون يطورون علاجا جينيا يمكنه تأخير الشيخوخة. خلينا نشوف تفاصيل الدراسة ومنرجع لكم. علماء في العاصمة الصينية بكين طوروا علاج جديد جيني يمكنه إبطال بعض تأثيرات الشيخوخة في الفئران وإطالة عمره، وهي النتائج اللي ممكن أنه تسهم يوماً ما بعلاج مماثل للبشر. البحث خاض علماء في معهد علم الحيوان في الأكاديمية الصينية للعلوم، ونشرته دورية Journal Science Translation Medicine، ويشير إلى أنه تعطيل جين بيسمى بكاتسابل المساهم الرئيسي في شيخوخة الخلايا ممكن أنه يأخر الشيخوخة بنسبة تزيد على 25% بعد تثبيت المورثة كات7 في كبد الفئران. بالرغم من أن الطريقة تعد بعيدة عن تطبيقها على جسم الإنسان، إلا أنه هي مفتاح لحل لغز حير العلماء لسنين طويلة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم في الاستوديو الطبيبة والباحثة الدكتورة مريم مطر، رئيس مجلس إدارة ومؤسس جمعية الإمارات للأمراض الجينية. في 2020 تم تكريمها من الجامعة العربية كأفضل باحثة في الوطن العربي. أهلا بك في البرنامج دكتورة مريم. نحن فخر لنا أنك تكوني معنا اليوم، خاصة في موضوع جديد وثورة علمية في عالم الطب التجديدي اليوم. أكيد سؤالنا الأول دكتورة مريم، نسمع أكثر وأكثر عنه، أنه هل يمكن الإنسان فعلاً أنه يطول من عمره؟ أي نعم. أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة الغالية ديانا. لازم نحط في بالنا إحنا اليوم ما نتكلم عن العمر الزمني، إحنا قاعدين نتكلم عن العمر البيولوجي اللي هو عمر الخلية من حيث نسبة وكفاءة وظائف الخلية وإنتاجيتها من العملية الأيضية. نعم. هل هذا واقع؟ اليوم هذا كان يوم من الأيام يعتبر من أفلام الخيال. اليوم من خلال أبحاث ودراسات مفصلية كلينيكية تم التعرف على آلية الشيخوخة. نعم. مجرد ما تم التعرف على آلية الشيخوخة هني بدت الاكتشافات العلمية لكيف إعادة برمجة الجينات اللي شاخت كيف نردها مثل ما كانت. ويمكن واحدة من أقوى الدراسات هي الدراسة النيوزيلندية اللي صارت على 1973 شخص منذ الولادة وحتى عمر 38 سنة، وبدأوا يقيسون مؤشرات عمر الخلية البيولوجية مقارنة بالعمر الزمني، ولاحظوا ارتباطها بعادات سلوكية معينة إضافة إلى تأثير الجينات أو الوراثة فقط 20%، فبالتالي 80% كانت من خلال الممارسات اليومية، الطرق الغذائية، وخاصة بالنسبة للنوم والتأثير النفسي ومكملات الأغذية اللي كثير منا قلها، بالإضافة إلى مقارنة معيارية دقيقة جدا جدا للناس المعمرين في البلو زون في العالم. خذوا هذين الناس المعمرين اللي عمرهم فوق 100 سنة وبدأوا يقارنونهم بإخوانهم اللي انتقلوا من نفس المنطقة إلى دولة أخرى. نعم. وخلال هذه المقارنة المعيارية الدقيقة جدا قدرنا نستدل على عمليات أيضية معينة وبروتينات معينة كانت موجودة أكثر لدى المعمرين وأقل لدى إخوانهم،
وثالث دراسة اللي نعتمدها اليوم على ثقتنا بالتدخلات العلاجية هي المقارنة المعيارية الدقيقة جدا كذلك للتوائم المتطابقة. إن بعد متابعتهم شافوا التوائم المتطابقة مع تغير الظروف البيئية مع أنه وجود الرابط الوراثي مثل ما هو، وبهذا عرفنا وقمنا نستدل شوي العوامل اللي تحفز الشيخوخة بشكل أكبر وبالأخص العمر البيولوجي للخلية. نعم، حضرتك أجريتي بحث ودراسة في مركز جمعية الإماراتية للأبحاث الجينية، وهي دراسة تقريبا عمرها أكثر من 5 سنين وطبقتيها على نفسك. احكي لنا شوي كيف طبقتيها وبعدك مستمرة بتطبيق كل هذه، شو السر؟ شو السر أنه يعني اليوم ما شاء الله عليكي ما ممكن انه الواحد حتى يعرف عمرك، وانت صرحتي بهذا الشيء بشكل رسمي انه عمرك البيولوجي هو 26 سنه. هل لا، انا عمري 45 سنه. عمري البيولوجي 28 سنه. 28 ورد واقول هي مش دراسه يعني فيها عدد معايا، ولكن من خلال شيء طبقته على نفسي ببعض الدراسات اللي لا زالت مستمره في مراكز مثل بوسطن، مراكز مثل بحثية مثل أوساكا في اليابان، مراكز بحثية موجودة في روسيا وفي ألمانيا. أما ما هي الآلية ومدى مصداقية هذا الموضوع؟ له مصداقية علمية كبيرة جداً. وبس عشان نسهل على المشاهدين ديانا نقول لهم اليوم الواحد فينا قام يعرف عوامل يعني بالبساطة أن التدخين ممكن يزيد إصابتنا أمراض معينة، السمنة لها علاقة بأمراض معينة، فبالتالي اليوم عرفنا وتعرفنا على عوامل كنا نعرف أن لها ارتباط سببي بمرض أو علة. اليوم هذا كنا نشوفه فقط من خلال فحوصات كيميائية بسيطة نسويها في المختبر. مع تقدم التكنولوجيا صارت عندنا فحوصات دقيقة جدا على المستوى الخلوي والتشريحي للخلية، وصلت إلى حد الكروموسومات ومثل ما ذكرتي ذكرنا التيلوميرز. نعم، فبالتالي اليوم صارت عندنا مؤشرات دقيقة جدا نفحص فيها عمر الخلية البيولوجية، وبعدين مع تدخلات علاجية في تغير نمط الحياة، مكملات غذائية معينة، قمنا نقارن نشوف إن عدنا برمجة الجينات. شو هي هاي التدخلات العلاجية؟ نعم، بعد عشان نبسط على المشاهدين الغالية ديانة، احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى خلق في كل خلية 46 كروموسوم. في هذه 46 كروموسوم كل التفاصيل الدقيقة لعمل كل أعضاء جسم الإنسان، واحنا نعرف اليوم خلية العين فيها 46 كروموسوم اللي تعطي التعليمات لعمل أن هاي الخلية تكون خلية كبد، خلية عين، خلية شعر. ولكن شو اللي يخلي هذه الخلية تستمر طول عمرها فقط خلية عين؟ هي البرمجة، علم فوق الجينات. يتم تحفيز أجزاء معينة من 46 كروموسوم اللي تعطي تعليمات أن هاي الخلية تكون فقط خلية عين وما تكون خلية شعر أو تخلي خلية كبد، ونفس الشيء ينطبق على كل خلايانا. مجرد إدراكنا وفهمنا في الجانب العلمي لآلية علم فوق الجينات قمنا نتعرف وطلعت عندنا الإمكانية الكبيرة أن نبدأ نسوي إعادة البرمجة هذه على مستوى الخلايا لدى فئران التجارب. مجرد ما شفنا هذا الشيء لدى فئران التجارب، واليوم الـ FDA حتى اعتمدت الطريقة اللي من خلالها نقدر نوصل هذه الطفرة الجينية أو خلنا نقول التعديل الجيني إلى الجزء المعني، وبالأخص نتكلم عن الطفرة الكبيرة المبشرة بالخير بالنسبة للتقدم أو الاضطرابات اللي تصير في شبكية العين. اليوم ما قاعدين نتكلم كأحلام الغالية ديانا، اليوم في مرضى صاروا يقدرون يبصرون، يعني واحد كان بسبب تغيرات السكري في الإمارات هون، لا مش في الإمارات، في العالم، في الإمارات بعدنا ما قدرنا. ونحط في بالنا أن وجود كورونا في فترة 2020 والحين وقفت كل الأبحاث العلمية وعطت الأولوية لمواضيع لها علاقة فقط بكورونا. بالنسبة للعلاج لحتى كمان نعطي شوية معلومات للمشاهدين، ما هي نسبة تجديد الخلايا اليوم إذا فات لعندكم المريض بمركز
لصحتكم وتطبق هذه العلاجات التداخلية وأيضا المكملات الغذائية وأسلوب الحياة اللي غير رح يغيره كليا. شو هي نسبة التجديد كنجاح 60% 30%؟ أنا وايد أشكرك على هذا السؤال. أرد وأقول إن إحنا ما سوينا تجربة سريرية قدرنا نقيس فيها في أي مقارنة معيارية، ولكن اليوم كل المراكز اللي إحنا مشتركين معاها تبين نسبة، وأنا اليوم بتكلم عن نفسي، يعني إن في غضون 5 سنوات ينقص عمرك من 43 إلى 28 العمر البيولوجي، هذا يعطي بعد آخر. إضافة من المصداقية إن إحنا نشارك الإخوان إن اليوم هذا التدخل سواء كان علاجي أو تدخل بالمكملات الغذائية وتعديل الجينات له علاقة بأربع محاور رئيسية. أول شيء إن إحنا يكون في فحص كرمكم الله للبراز، من خلاله نفحص الميكروبيوم والدي إن إيه للميكروبيوم ونعرف خصائصها وشو تحب وكيفية إمكانية عملية الهضم. بعدين يتم في قياس عمر الخلية خاصة للرئة والكبد والطحال والكلية والكريات الدم البيضاء، وبعدين يتم قياس صحة الشرايين اللي موجودة في شبكية العين وهي من إحدى أقوى المؤشرات اللي تدل مدى صحة الدماغ والتروية فيها، إضافة إلى معرفة الأصول الجينية وإذا وجود أي طفرات ممكن نزيد احتمال إصابتنا لأمراض معينة. المبشر في الموضوع اليوم إن إحنا اليوم ما قاعدين نسوي دعاية، اليوم كل واحد يسمعنا يقدر هو يبدأ إعادة برمجة جيناته، مش لازم يعنى المركز، مو بلازم يأخذ مكملات غذائية. عرفنا إن واحدة من أهم المحاور الرئيسية اللي تعيد برمجة الجينات وتخلي الخلية تصغر في العمر البيولوجي هو النوم ذات الجودة العالية، النوم قبل منتصف الليل. وطبعا احنا ما نقدر نغض البصر عن المديتيشن اللي هو التأمل، واليوم عندنا في صلاتنا في أي نوع من الصلاة أو الخشوع في جانب آخر، إضافة إلى النشاط الرياضي والصوم. الصوم الفترات المتقطعة له علاقة مباشرة بنقص السيتوكاينز اللي هي محفزات بروتينية للالتهابات واللي الجهاز المناعي، وحتى اليوم تعتبر من الأسباب الرئيسية لشيخوخة الخلايا سواء على مستوى الدماغ أو حتى على الأطراف. حتى شفنا الأشخاص اللي فاتوا بحالة كوفيد على المشافي كان عندهم شيء اسمه سيتوكاين ستورم، هذا الشيء اللي سبب الوفاة بأغلب الحالات. اليوم نحن عم نحكي أهم الأجهزة هو جهاز المناعي طبعاً. فأنتوا إذا صار هذا الشيء أسلوب حياة، بدل ما نروح على الطبيب منروح على هاي المراكز نعمل فحص على المستوى الخلوي، فيما بعد ممكن أنه نغير من عمرنا البيولوجي. كل ما زادت المناعة، كل ما قصر عمرنا البيولوجي كل ما زادت المناعة، وبالتالي ممكن كل هاي الأوبئة اللي عم نشوفها اليوم هي الطريقة الوحيدة لحتى نحاربها. برافو. هل في علاقة بها؟ أيوة، أنا ما أقدر أزيد على كلامك يعني في الصميم الغالية ديانا. اليوم نحط في أهميتنا، إحنا لما نتكلم التقدم بالعمر بذكاء، أنا ما أريد عمري يكون يعني أشيخ أوصل 150 ولا 170، بس ما في مانع إذا أوصل لهذا العمر وأنا بصحة 60 و70 أقدر أتهنى وأكون فرد منتج للوطن، ما أكون عالة للوطن. إضافة إلى ذلك اليوم إحنا الحمد لله عايشين في بحبوحة عيش، ويمكن الطريقة اللي دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج قدروا يتحكمون في الجائحة، هذا دليل آخر على رفاهية المجتمع الخليجي اللي اليوم يفرض علي أنا أني أكون بصحة وسلامة أقدر أتهنى بهذا الشيء. يعني اليوم ما في واحد فينا ما يتمنى يشوف أمه وأبوه يكونون بصحتهم لين آخر عمر اللي الله كاتب لهم إياه. فبالتالي الهدف من كل هذا أن احنا نضمن نرفع جودة الكفاءة لدى الخلايا أنها تقدر تعمر بشكل صحي من خلال إعادة برمجة جيناتنا بالعوامل المذكورة اللي احنا نعرفها. وإذا تسمحي لي ديانة أنا هني بس أبا أذكر المشاهدين وكلنا اللي موجودين، يعني اليوم أنا يمكن مثال واحد، ولكن في كثير من الإخوان يمكن تشوفه عمره 60 ولكن يبين عمره 40، وإذا تجلسين وياه يقولك أنا ما دخن جقارة أرقد من وقت. بس أهمية ذلك تأتي كذلك الناس المحيطين فيك، يعني اليوم الوحدة فينا ما تقدر تغير زوجها، ما تقدر تغير مديرها في العمل، ولكن أنا أقدر أغير أمور كثيرة على مستوى الحياة. تحكم بالتوتر بعد النوم، بعد النوم وبعد المديتيشن وبعد المكملات الغذائية، من الأهمية نحط في بالنا اليوم أنا فئران التجارب عشان أخليها تشيخ أسرع
أعطيها سكريات عالية في كل أنواع الغذاء، أخليها تأكل سكر أكثر قدر ممكن، الخلية تشيخ أسرع. فبالتالي إيه لكل المستمعين اليوم اللي بياكلوا كثير شوكولا ومنهم البروديوسر اللي عندنا اليوم رندا، بنوجه لها تحيه، بتحب الشوكولا كثير رندا، لازم توقفي. الموضوع ديانه شوي معقد، ولكن انا احاول ابسطه للمشاهدين. ارد واقول مو بشرط يجون عندنا المركز، الواحد كل واحد فينا اليوم عنده القدره ان يعيد برمجه جيناته ويكون مسؤول ان يحافظ على اكبر نعمه الله اعطانا اياها اللي هي صحتنا وجسدنا، نتهنى وما نكون لا عاله على المجتمع ولا على اللي يحبونا. شكرا كثير لك لتواجدك معنا اليوم بهي الفكره الثوريه فعلا بعالم الطب التجديدي اليوم. اكيد مشاهدينا ان شاء الله نكون فدناكم اليوم، وبنرجع لهدى.